سورة الأنعام من أول آية 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. القراءة الثانية قال أتحاجوني في الله، يبقى عندنا قراءتين، أتحاجوني دي قراءة معظم القراء وده الوجه الثاني لهشام، إنما القراءة الثانية بغير مد في الجزء الأخير عشان مش هيشدد النون، النون لما تبقى خفيفة ما يبقاش في مد لازم، فيقول أتحاجوني دي قراءة المدنيان والشامي والوجه الثاني لهشام عن ابن عامر. أما باقي القراء يمد في الأول لأن حرف مد ألف جاء بعديه حرف مشدد، يبقى مد لازم كلمي مثقل، وبعدين عندنا النون قبلها واو، الواو حرف برضو إيه من حروف المد، حروف المد ثلاثة واي واو ألف ياء دي اسمها حروف المد، أما يجي بعدها حرف مشدد أو يجي بعدها همزة يبقى في مد، يبقى أما يجي همزة بعد حرف واو ساكن أو ألف أو ياء يبقى في مد الإيه؟ مد بيبقى أربع حركات، متصل إن كانت الهمزة في نفس الكلمة، منفصل إن كان الهمزة في الكلمة اللي بعدها، إذا كان الحرف اللي بعدها مش همزة لكن مشدد يبقى ايه مد لازم كلمي ست حركات، هنا الجيم مشددة وقبلها ألف كويس، أتحاجوني فهمت عشان ايه الجيم مشددة وقبلها ألف. طب الواو بعدها نون، لو النون شددناها هيبقى في مد تاني ولو خففناها مش هيبقى في مد تاني، فهمت بقى؟ يبقى عندي أتحاجوني لما شددنا النون مدنا تاني، القراءة التانية تخفيف النون يبقى مفيش مد تاني، أتحاجوني في الله وقد هدان، وقد هداني بإثبات الياء وصلا ووقفا عند يعقوب، وقد هداني بإثبات الياء وصلا ووقفا عند قراءة يعقوب الحضرمي، أما أبو عمرو وأبو جعفر بإثبات الياء وصلا دون الوقف، فلو وصل أبو عمرو وأبو جعفر يثبت الياء ولو وقف لا يثبت الياء كباقي القراء، وباقي القراء لا ياء لا وصلا ولا وقف، يبقى أبو عمرو ويعقوب هيقول إيه؟ وقد هداني ولا أخاف ما تشركون عند الوصل، وقد هداني ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا. المحاجة هي المماراة والجدال في الباطل، يبقى حاجه أراد أن يقيم عليه الحجة بالباطل، وحاجه قوم، وبعدما أقام عليهم الحجة سيدنا إبراهيم في فساد اعتقادهم وعبادتهم غير الله سواء كانت أصنام أو كوكب أو قمر أو شمس أو كل ما هو دون الله، أثبت لهم بالحجة أنهم لا يصلحون لأنهم يقوم بهم التغير، وما قام به التغير دليل على أنه مقهور متغير حادث فلا يصح أن يكون إله، يبقى دي حجة سيدنا إبراهيم عليه، جدلوا
برضو تاني، وعشان كده وحاجه قومه. قال أتحاجوني في الله وقد هدان، حيث أنه كان مهديا قبل أن يقيم الحج عليهم. يبقى هو لما أقام الحج عليهم لم يكن حائرا يبحث، بل كان مقيما للحجة عليهم. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، لأن ربك سبحانه وتعالى ممكن لما تيجي تجادل إنسان كافر في كفره فيصيبك مثلا ضرر، يجي لك مرض يقول لك شفت عشان جيت على الآلهة بتاعتي، يقوم ربنا يريد ان هم ايه يملي لهم يضلهم لانهم اختاروا الضلالة، يقوم يجعل يحصل ايه يحصل ضرر لأهل الهداية، يقوم يقول لك شوف لما خالفونا أصيبوا بالضرر. ادي معنى إلا أن يشاء ربي شيئا، يشاء ايه؟ يشاء أن يمددكم في الضلالة فهم يزدادوا تمسكا بآلهته. يجادلهم في الآلهة يقوم يصيبوا ضرر، يقولوا شفت الضرر جالك عشان الآلهة هي اللي ضرر. فهمت بقى المسألة؟ هذه معنى إلا أن يشاء ربي شيئا أي يزيدكم في ضلالكم وغيكم، لأن الله سبحانه وتعالى يمد أهل الضلالة بالضلالة ويمد أهل الهداية بالهداية. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور. فمن اختار الضلالة أمده الله بالضلال، ومن اختار الهداية أمده الله بالهداية. هذه معنى إلا أن يشاء ربي شيئا، إذا وقع به ضرر وقد جادلهم في آلهتهم يقوموا يقولوا إيه؟ جادلنا في آلهتنا فأصيب بالضرر، فيثبتوا على عبادة الآلهة من دون الله. فهمت بقى؟ يبقى ربنا أراد إن هو يزيدهم في إضلالهم لأنهم اختاروا الضلال وركنوا إليه. وسع ربي كل شيء علما، سبحانه وتعالى يعني يسع كل شيء علم، ومن بين ما يعلمه يعلم من يريد الضلال فيضله ومن يريد الهداية فيهديه. أفلا تتذكرون، أي تتعظون وتتذكرون ما أنتم فيه من خطر. يلا يا سيدي. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وكيف أخاف ما أشركتم، لأنه ما أشركوا به لا يضرون ولا ينفعون فلا يخف منهم أصلا. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله الذي خلقكم ورزقكم وهو قاهر فوق عباده وهو الأولى. ما لم ينزل به، وقرأت المكي والبصريان ما لم ينزل به، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، والسلطان اللي هو ايه؟ الوحي والنبوة والآية التي لا تقبل الجدال. يعني هل ربنا أرسل لكم وحي ونبي يقول لكم اعبدوا الأصنام أو تعبدوا الكوكب؟ ما عندكوش دليل ولا حجة ولا نبي بعث إليكم ليدلكم على هذا، فبأي شيء بأي سلطان وبأي حجة تعبدون من دون الله؟ وقد جئت إليكم بوحي من عند الله، فأنا عندي السلطان والبيان وأنتم لا بيان لكم ولا سلطان عندكم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يبقى ده إيه؟ استفهام تقريري بيقررهم. هم يعبدون ما لا يضر ولا ينفع، وهو يعبد الذي يضر وينفع، فمين اللي يخاف من مين؟ تفضل يا سيدي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك، لا إيمانهم بظلم، في إخفاء، أي ميم ساكنة بعدها باء يسموه إخفاء. يلا يا سيدي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الظلم هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك،
لأن لما نزلت الآية إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم، ونزلت الآية دي بعدها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة خافوا، قال ومن منا لم يظلم، فالنبي قال ليس ذاك، ولكن إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا بمعنى الشرك وليس مطلق الظلم، وليس مطلق الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا، يبقى يلبسوا الشيء بالشيء يعني يخلطوا الشيء بالشيء. ولم يلبسوا غير يلبسوا، يلبسوا يعني يرتدي الثياب، يلبس يعني يرتدي الثياب بفتح الباء، يلبس يلبس ثيابه، إنما هنا يلبسوا، يلبسوا يعني يخلطوا. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون، هداهم الله لما يحب ويرضى. تفضل يا سيدي. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك أي كل ما سبق من إيه، من مناقشات بينه من أول آية، من أول وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما، كل اللي فات ده تلك تعود على كل المذكور سابقا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم لنفسه فيهتدي ولا على قومه فيهديهم، هو كان مهتدي، يبقى إيه آتينا إبراهيم إيه على قومه لكي يعلو على قومهم بسلطان الحجة والبيان، يبقى آتيناها إبراهيم حقها، يبقى يقول لقومه مش كده، إيه على بقى، كأنه ضمن معنى علو الحجة، أي آتيناها إبراهيم لقومه ليعلو عليهم بحجته، يبقى يضمن معنى جملة تضميني، يسموه التضمين. بتلاحظ التضمين ده في إيه؟ لما يبقى حرف التعدية غير مناسب للكلام، المناسب للكلام أتينا إبراهيم لقومه أي لأجل قومه، مش كده برضه ده المناسب، لكن يقول لك أتينا إبراهيم على قومه، الله على، يبقى بينبهك إن في جملة محذوفة يسموه تضمين جملة، أي أتيناها إبراهيم لقومه ليعلو عليهم بحجته. نرفع درجات من نشاء، دي قراءة الكوفيون ويعقوب، باقي القراء نرفع درجات من نشاء بغير تنوين درجات، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، من أجل حكمته أقام الحج على العباد، ومن أجل علمه ضل من أراد الضلالة وهدى من أراد الهداية سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.